أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تهرج الدنيا من العدل. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع مشايخنا رحمهم الله تعالى، ولبيان قضية الخلاف في العقيدة نقول، ونقول وحن أرنينا لبيان قضية الخلاف، خلاف كقضية سلعة دين تيدا أوجد، وحن أولا النهي خلاف كاسو الكائن في العقيدة، عقيدة لحيدة هذه إن العقيدة أيان لأنها عقيدة تنقسم وحي يقيب سنتها إلى أصول أصلا وفروع، وإلى فروع يقيب سنتها. الخلاف في العقيدة أرنت كساب سنكو لي إن عدينا أوجد وحن أولا أنها عقيدة وحي يقيب سنتها أصول يفروع. بعض الكمعاني سيدي ما كردونا أصل العقيدة وحي كعبران، وحي مثلا دليل كالغاقة تبيها دليل قدعية، waxaa daliilka laga qaatadan uu yahay oo khilaaf culimada dhexdooda uu ka jirana waxay ka cabiraan furuucul aqiida. furuucul aqiida marka wuxuu yiri aqiidadu waxay u qaybsantaa usul iyo furuuc. wal usul usushu tanqasimu kadalika, sida marka hore aqiidadu ay usul iyo furuuc ugu qaybsanto, usushuna sidaas oo kale waxay u qaybsantaa ila usuluddin wa usuli madhhabi ahli sunna wal jamaa. diinta islaamka asaladeeda oo qol iyo qayb walbaba xusaysa iyo أهل السنة والجماعة مذهب كودا مذهب كأصوشي سال إسكوا فقي أي هذا أصوشي أصي قيب سنتها. أما أصول الدين دين كأسل الذي سوف مثل وجود الله وإلهي جريتان كيس أكل تعالى شرف كيس حال وكره هذا وحدانيته، وإلهي مذن مدي سأكل وبغائه، وإلهي هذا ناشي الجوجس سأكل وقدمه، وإلهي قديم مدي سأكل وحدوث العالم وعالم كدب كلمات كيس أكل، وهو عالم كل ما وحول البأس والله إلهي كسره تعالى شرف كيسو حالو كره هذا. ومن الموجودات وحيابها اللي هلو يهو جراء وصدق الرسول ومثل صدق الرسول ورسول رنشي قوضا أوكلا والأنبياء أنبياء رنشي قوضا أوكلا أصل الدين وحليا ونحو ذلك ينتا وحي الله مذا. ومن القضايا قد يوينا فحكم المخالف متك خلاف حكم كيس فيها أصوشا ليرا أصول الدين دحليا قفك كو خلاف إسلامك حكم كيسو الخروج وبحد من الملة الدين تلقى بها بلا خلاف خلاف الآن مربى هدي أسلاس والثيقة ودلائل قد إيقا كسقنا هذا إيقا غفك إنه مسلمين تكو خلافه غفك حكم كيسا يصمد أوليها وإن لا إلا غف دينك كبحي لكونها حكم كيسا وحقوها غفك بحي غفك خلافه حكم كيسا وحقوها خروج عن الملة وحقوها ولكونها هدى أصوشها شد يدأ أعمدة الديني دين كثيرة كيسة أيتها وأساسه أسسه وأسسه دين كأساسية كيسة أيتها التي أسسها صيان بني دينك عليها دشة أكل سنة. ومثال المخالفين كوا خلاف مثال كذا كو فيها أسسها لحد هذا كوا خلاف مثال أما تصاله ذوك أصحاب الديانات ودين ديمها أصحاب هذا والنحلي وعقيدوينك أصحابتها الأخرى لك اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية ضدك خلاف سن عقيدوينك أساسيك وديمها كلا ضدك كو أبترسده يا عقيدوينك كلا سيدا يهود يهودية يهود نماذا النصرانية كريستان نماذا المجوسية دب عابد نماذا البوذية دينتا نماك بوذيينتا اللي يرهضو مركا أي اعتقاديا نماي قبانا. نقل الإمام النووي وحوسو غوري رحمه الله تعالى عن الإمام المتولي وحوسو غوري قوله هذا الكيس كتاب كلها روضة الضالبين وكسو غوري مجلد كتبانات بقى لحدان يفران. من اعتقد غفكي أمن سنادى قدام العالم عالمك إنو بيها وحولي إسكسو جري جري أو حدوث صانع أما صانع إنو ديبك حكيمي ديها إله عالمك سمي إنو ديبك حكيمي أو نفاء أمد أنفيو فقيا ما أنفيا ما هو ما هو ثابت للقديم الله قديم كأصون هذا بالإجماع أصون هذا ككونه وقديم كأهشدي سأكل عالما أيها أيو أنفي قادرا أيها أيو أنفي
أو أثبت أما الصغى ما الصغى هو ما قبى منفي عنه قديم كهجي سميد لغا أنفي بالإجماع لغا أنفي كلا الوان سلام مدى بلا أكل إلهي مدى باء يليهي وأساس وكلا تويري أو أثبت له أما إلهي الصغى الاتصال حرير عالم كأول حرير وكل قنيها أول انفسالة أما قونان وكقعيهي كان قفك سيوحو هانا يا كافران وكذا كان أنصو الشيخنا كذا كان أنصو الشيخنا أيو لم يديها من جحد قفي إنكرا جواز بعثة الرسل مرسلين تأين لصوصها روح بنان إن إتهاي أو أنكرا أما الضفر النبوة النبي نبي النبي سوى من الأنبياء أنبياء كمل صلوات الله وسلامه عليهم أو كذبه أما بينية أو جحد آية أما آية إنكرا ومن آيات القرآن كمل ومجمعا عليها دشد لغو إجماعي ومتواتر دريق كسارة أو زاد في القرآن أما قرآن كقدر كلمة أو اعتقد أن من سنة أنها كلمة داسي منه قرآن كأنه كدع ذو كمتهان أو صب نبيا أما النبي عاية أو ما استخف به نبي فضيستا أو استحل أما بنا استهم حرما شيء لحرمي بالإجماع لغو حرمي كالخمر سيدا خمر ذا أكل والزنا سيدا زنا ذا أكل واللي وادي سيدا ذا كفولك أكل أو حرم حلالا أما شيء لحل لي حرما بالإجماع لغو حل لي شيء إجماع حلال كوا أو نفاء ما ضفري أو ديدي وجوب مجمعين على وجوبه شيء واجب دي سالو اجماع واجب نبي سانكري كرجعتنا ورجعوا وكلته من الصلوات الخمس صلاه عشان تا كميدا ظهر كيوليه و 3 رغوه ام مغرب كيوليه و 2 رغوه او اعتقد ام من سناده وجوب ما واجب نبي سما وليس بواجب نبي الاجماع وح اجماع ان واجب كاين واجب نبي سام سناده كصلاه سادسه وصلاه لحد عشان تا لو دراي وصوم شوال وشوال شهر رمضان وكله واجب نبي تغلى صومه أو نصب عائشة مع عائشة ونسبة رضي الله تعالى عنها إلى الفاحشة فالحماء وإياه أفقب عن المريكرين أو يدعى النبوة أمان نبي نمشك بعد نبينا نبي نكذب صلى الله وسلم عليه أو صدق أما أرهما يمدعيا روح شاقنا هيا لها نبي نمذا أو عظم وإياه صنما صنم وينيه بسجود كويني وسجود له صنم كلا سجود أو تغرم إليه أما صنم أدو هذا بذبح قورع أدو هذا باسمه مقعس له قورع فكل هذا كان دمانتي كفر وقال لهم وحن ولد ديك الله بحايا وهنا يقول لي شارح الشيخ كتابك قريه وهي دكتوره اسكاشدي ما شان اي هاتي قضيه قضيه هامه ادم مهم وخطره ادها لسوء ولا بد لغا مارمان وسنهين من التعريجها كش عليها قضيه كركده ان دول استغنوا ان كغدبن اي لغا مارمان تاي قبل الانتقال غورد هرتيدو الى الخلاف لو غورو خلاف كاسو في أصول أهل السنة والجماعة وأيهم أهل السنة والجماعة أصول شو هذا بشيء شيء كله أيهم لقولها كذا بشيء شيء لقولها كذا لقام رمان أيتها شيء لقولها كذا ومن البسط فهنا حسب ما يقتضيه المقام ومقامك هذا أنت أكينا هي أما أقوليها وهي أقول أيها قضية ما أشهن تعريج كأبها قول الإمام المتولي والإمام المتولي قول كي سأويري أو أثبت له إلهي أصغى الاتصال أو الانفصال فجعل وحوله على إثبات الاتصال والانفصال لله الأصغى تعالى من الأمور المكفرة أمور تقفك كسف وقال سينيسا أي كدر ووافقه على ذلك جعل أنا وحق وافقه الإمام النووي وسيأتي معنا لجرك يقى وحا إمادون أقوال العلماء علماء هذا الذي ذا التي أقواشها ستتفق معهم وافقه سوحوله إمام النووي وإيهي صاحب الروض حليها إيا غير وافق يسأل في هذا اعتقاد كان نحي سكوا وافق يسأل وتنزه الله إلهي وحكف قادي عن الاتصال مخلوق الحرس قوذا إيا والانفصال والمكان أيو كان نزهنا ذي إيا والحيز حرأي حنداب والجهة أيو كان نزهنا ذي وكل ما وعن كل ما أيو كان نزهنا ذي لا يليق به إلهي أن أقعد منه كهبونين ومن صفات المخلوقين والاتصال والانفصال هو الدخول اتصال انفصال الدخول والخروج ودخل يكدحبح الذي ينزه اهل السنه الله الذي ينزه اهل السنه اي نزهيان الله الهي اي كنزهيان تعالى عن الاتصاف كسفود او باحدهما اتصال انفصال متكود لو سفوا معنيه سوى دخول وخروج ولا عبره وحوله اعتبار ما اهان بمن احد منك وخالف خلافه في هذا كندحيسا قفك خلافنا وحوليه وحال هذا الكيس قيمين يترسم لهم بانيا قوله حال هذا الكيس وكلسا يقفك خلافه أهل السنة على الجهل وكلسا يكور لان باللوازم اللوازمت اللي جاهيه أو عدم التسليم أما نبدقل الآن حال وكلسا بها اللوازمت اللي نبدقل
oo waxa ka imaanaya labada hadal dukhul iyo xuruujka ama ka dhalanaya asagoo aan aqoonin qofka ku dhisay wuxuu leeyahay hadal aqoon la'aantaas wuxuu leeyahay cuskan ama wuxuu leeyahay inuusan nabadgelinayn isagoo xaalkiisu uu yahay qofka hadalkiisa sameeya waxba cibara hadalkiisu ma lahan ayla masaladana waa masale mashhuur ah dalaailkeedana insha allahu kitaabka asaa soo bandhigi doona wax marka sidaa u bayaansan qofina inuu ahlu xaqa ku khilaafo markhaati ma uu helahayo wara waa iska yidhahda marka hadihi alqadiyatu qadiyadan min alahamiyati muhimnimada iyo walkhuduurati halista xaggeeda makaanin meel weyn ayay kaga sugan tahay walowlaa cilmuna annaga ogaalkayaga bicadami lfahmi lahaa fahman saxiixan fahmid la-aan annagu aan ognahay lahaa masaladaa qadiyadaa la fahmo fahman fahmi la fahmo fahmigaasoo saxiixan min qibali haa-ulaa'i kuwan dhankoodana laga fahmay alladiina kuwaasoo yunkiruuna cala alashaacirati ashaacirada korkooda inkiirahaya liajlihaa qadiyadan daraaddeeda in aysan raggaa fahmin masalada ashaacira waxay uga jeedaan arintaa haddii annagu inaan ognahay inaysan fahmin aanay jiri lahayn muxuu yidhi maa adrajnaa hunaa halkan maba soo gelinayn masalada ma soo gelinayn lidiqatiha waxaanan usoo gelinayn waa qarsoonaan ama qira yaraanteeda un macnaha inaan ognahay dad fara badan oo inay ahlu caqiide yihiin isu haysta qadiyadaana ashaacira ku qoonsaday oo wax khalad ah inay ku hadleen ama aaminsan yihiin ka dhigay arrinta noocaasa inay jirto annagu haddaanaan ogaalahayn masaladan khadiirada wuxuu leeyahay oo daqiiq ah meeshaan maba kusoo qaadnayn waa ka afaysa lahayn laakiin waxaan usoo qaadnay dadka qaaraan ognahay masalada macno khaldan intay ka fahmeen inay dadkii ahlu xaqaha ku qoonsanahayaan walowlaa cilmuna annaga ogaalkayaga bicadami fahmi kasma la-aan aan ognahay lama hay lahaa qadiyadan la fahmo fahman saxiixan fahmitaan caafimaad qaba min qibali haa-ulaa'i kuwa dhankoodana laga fahmay alladiina kuwaasoo yunkiruuna cala alashaacirati ashaacirada korkooda liajlihaa masalada daraaddeeda ugu dafirhaya maa adarajnaahaa masalada hunaa halkaan maba soo gelinayn lidiqatihaa waxaanaan usoo gelinayn qarsoonaanteeda ama qira yaraanteeda waa masalo daqiiq ah oo aad u qarsoon bayda annanaa hase yeeshee annagu sanuxaawilu waxaan isku dayi doonaa allaa nadkhula fii tafaasiilihaa qadiyadan qaadaa dhig iyo faahfaahinteeda in aanaan gelin wasanaktafii waxaan ku maarmi doonaa bilbayaani alijmaaliyi bayaanka guudka ah wabinaqli aqwaali alculamaa iyo culimada hadalladooda oo lasoo guuriyo almuxadirati ka digaysa min wasfi illaahi tacaala ilaahay lagu tilmaamidiisa biayi shayin lagu tilmaamo shay midkii ka ah oo min dalika min alitisaali walinfisaali bimacna adukhuuli waalkhuruuji waman araada qofkii doonaya alistizaadata kororsi oo ahlna u ah iyo watafsiili qaadaa dhig falyuraajic ilmasalata masalada ha u laabto fii madaaniha makaanu malayaalkeeda ha ugu laabto oo min kutubi alcaqaa'idi qofkii raba si daqiiqa inuu u ogaado ahlna u ah kutubta ha ka raadsado laakiin annagu wuxuu leeyahay waxaan ku gaabsanaynaa un calaa sabiil ijmaal haykalkeeda guud masalada inaan cabiro iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen kaiira ma naqra aw nasmac min albacdi atasriixa biwasfi illahi tacaala biannahu baa'inu min khalqihi bidaatihi wuxuu yidhi naqra-u anagu waxaan aqrinaynaa qiraa'atan aqrin oo kaiiran badan maa aada u badan aw nasmacu ama waxaan maqlaynaa samaacan maqlitaan oo kaiiran badan maa aada u badan min albacdi waxaan ka maqlaynaa amaan ka aqrinaynaa qoraaladooda atasriixa cadayn biwasfi illaahi ilaahay ku sifayntiisa la cadeeyo biannahu ilaahay baa'inun min khalqihi makhluuqiisa inuu ka fogaaday la cadeeyo bidaatihi uga fogaaday wax badanaan arkaynaa iyadoo qoraal ahaan ay u qorantaha ama ragi ku dhawaaqahayaan ina allaaha baa'inun min khalqihi bidaatihi wuxuu yidhi fain uriida bilbaynuunati marka haddii baynuuna looga jedo fogaanta alla mugaayara haddii looga jedo lianna ashay-a baciidun camaa yugaayiruhu shaygu haddee waxaa ka duwan waa uu ka fog yahay oo meelna hadda iskama soo galaan haddii baynuunada looga jedo mugaayara wanafya alxuluuli iyo degid iyo walitixaadi midow la-aan ilaahay shay inuusan ku degin ama la midoobin kana duwan yahay shay haddii loola jeedo fahuwa wuxuu leeyahay muraadku xaqun waa wax sugan oo laa rayba fiihi dhexdiisa shaki uusan ahayn oo ilaahay hadda makhluuqiisa waa macnahaas waa uga fog yahay macnaha waa ka duwan yahay kuma dhex jiro kumana dego wahwa wuxuu leeyahay muraadku muctaqadu ahli sunna waljamaaca waa ahlu sunna waaljamaaca midkooda la aaminsan yahay oo min asalafi waalkhalafi wa hada huwa almacna almuraadu min alcibaara macnahan oo ah makhluuqa ilaahay inuusan ku dhex jirin qayb inuusan ka ahayn kana duwan yahay
ومعناها اللي دونها من العبارة عبارة حق إذا لو جيدوا إذا نقلت عن أحد هدي لقى سو جوري يوميد حق يسوى منهم سلف يخلف كم إذا أي من أقف كم إذا ديال كلا قشيء وجدد اللي قال يا وحي تواين إلهي وكدوين يا مخلوقة أصلا كجر كن الدجن وأما إذا أريد بها هدي لو لجيدوا المباينة بالذات هدي لو لجيدوا الانفصال هدي لو لجيدوا صعمتان يقعد فقد وقع قائل هذه العبارة عبارة أن أقف كوها دلعي وحكرنا عليه في المحظور شيء لقى دكتونا إن الله بائن من خلقه بذاته حضيم عنها لو رجل أي تهي إلهي إذا تجلس وإكاقو أنتها مخلوقة أو مال قونئة أما قار مال أوها أي كتاق أنتهي حضيه وحولي هذا الكنوع عاصة قفك ولجل سايري حضيه وحكرنا عليه شبكات خطرة وحي لقى عرهي لأن البينونة بالذات محايا لفقان أو حقيقة لفق هذا وبمعنى الانفصال أهاتي تستلزم وحيك اللازم ودينيسا أن يكون المتصف بها بين ذاك كسف بي قابلا إنو يالها هاي للمحل محل إنو يالها والجهة جهة إنو يالها وهذه بيننا بذات معناها لغو فصراء من الله قاطئ نغط إلهي حقديس مخلوق ما شيء جوغان ويكدر رخصنتها وحخصبا وهذا الكاسي أكينها يا إلهي مال كفق مخلوقا مال وحل إلى الله سوى جهنا الله يالو هذه هد مر إلى بين هذا معنى هذا لقفة سرة إلهي مخلوقا وأكدر سيها معنى هذا تدي سماشة مخلوقا إجوجان مال أنا هين أي جوكتا هذه معناها أساس اللي يراه ذو تماشي وحكى صوب حيس مال جوجيت أو إلهي مكان الله يالو جهة الله يالو خاصة بيت مركز إنك صوب حلو هذه سيدا اسمار كقفكو أي بعضه معناها هذا الكاس إنه قاطع ولا جيدو وحنا قلنا هي قف كل عيشة بكت خطرة حيا له الذات ولا لفق هذا ومعناه بهي إن ذواد كلا لقى صعمة وحخصب أهو هص يكون ذاتها إن أي ذات ذاس النغطو من أقبل يسمح لي يجهو والله تعالى إلهي منزه عن ذلك إلهي محل يجهو ولا نزه يضيف إلى ذلك بل أنت كسيدر أن اللفظة بذاته اللفظة بذاتها لم ترد في كتاب إن أنا كسو أرورين ولا سنة ولا على لسان أحد روح عرب كي نسي كسو أرورين ومن الصحابة أو التابعين كلمة بذاته ما شاسوك الهق غار يكون دران هذا أقول القرآن كأن الله أرك حديث كأن الله أرك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسلف كسو بنا قفنا إنا لقسو قورين بذاته ومقام كاسوك الله دار وما نقل أحال سو قوري عن بعض أئمة سلف سالح لقسو قوري ومن قولهم قول كود أهبائن بذاته وبائن من خلقه محمول وحال وحن بارها يا علامة وجكر كيسة ذكرنا أنه أنصار شاقنا على المغايرة أي الله حنباره يا كدوانان أو عدم الامتزاج دهمد الآن إلهي مخلوقا إنه سنكون دلالين أما كون دهمين كحك الدوان ويها مخلوقا ما لا أنه أكين معناها سيكو حنبارة تهرق غار سلفة وحلقة سجوري وهو معنى صحيح هو وحولي هي محمول كا معناها محمول عليه قاهو مغايرة عدم الامتزاج كا معنى صحيح ومعنى عثمات قبا لكن ينبغي وحاسد ضوء التنبه بلارويد إلى أن لكل كلمة كلمة والبا إنه أصغنا ذي مع الأخرى مدة كلا لجير كذا معنى المعنى إنه أصغنا ذي معناها سو خاصة نقهرة وكلمة والبا مركي كلمة كلا الله في ريو وحلالها معنى قارؤها يقد وانتهي مدة كلا فاللفظة بذاته أريق بذاته إذا ذكر تدير الشيخ مع البينونة بائن من خلقه بذاته وبيننا صديق ذات لقد درى الله الشيخ فهم منهما وحال لقد فهم يا لبدا إرأي الله يسد ما معنى يعني لبا وجدكو الأول معناها كورات جائز أن يقال وإن لا يرهدوا من أي برنامته في حق الله على حقيقة الله إلهي حق دي سكر كذلك لقد يرهدوا وهو أحدك المغايرة وكدوانان وعدم الامتزاج لهذا الآن والحلول لهذا الآن المغايرة بالذات لا معنى أي كان يساء لقى قادنا هيا بدوا معنى إلهي مناسب ومعنى سوى محي وإلهي مخلوق سينو كبد ليهي وحكم بلان أما دل دقان إنو سنهين أويها وحكا دوان أكسوعا معنى سوى معنى صحيح هو إلهي كتل ماميهي وثاني معنى اللبان يحرم إدلاغه استعمال كسوى حرام في حق الله على حقيقة الله إلهي حق ذي سكر كذا الله استعماله وهو معنى اللبان الانفصال والصعمد والخروج بحدون وأجزاء العالم كواكب حسين هو مال قارئ يوقت وما متاغيه وليس كذلك سلاس وكلماء هنا الاستواء استواها أو النزول أم النزول كأول مجيء أم مجيء ونحو ذلك ساس ما هن
erayada kala to marka al mubayana waxa la yiraahdaa bidhaat la mid maahan fa inna lafdhata bidhaatihi lafdhada bidhaatihi ah idaa dukira tadii la sheego macaha adii al alfadhi erayadan isiiwaha nuzulka majiya la jirkooda adii la sheego aw ma shaakalaha ama waxa la mid ka haa saarat maaniha erayada macaanidooda ay koobaysaa fil macna al hissiyya ay ku koobaysaa al jismaniyya macnaha aragtida muqaalka loo nisbeeyo jirka ku tacaluqa ayaa bidhaatihi erayada hadii lagu daro macnihi ku koobaysaa ihtimalka meesha ka saarisaa فلا يقال مثلا لأوران ما يستوى بذاته وينزل بذاته ويجيء بذاته ثم يقال مركا كدب ليلة هذو لا كاستوائنا لا كنزولنا لا كمجيئنا إلا هذه الليلة استوى ذات لقدر الاستواء الذاتي هو المحصوص وحكلا ما نغكر ذات يسوك استوى ذي هذه أي بعض إن لقدر لفظك أو لفظك أصل لقدر معناه هنا دا مباينة إلا هذا ما بحملك روحه كعضانها استواء بالذات وكو عدانا هي الاستواء المحسوس المتعلق بالأجسام نزول هذه بالذات ليرا معنى كلمة ما يالك روح ونغنى هي حقيقة الإله سودكت مجي هذه بالذات لقود دراك مركا إن ليرا هذو بالذات رأيانا لقود درا وح احتمالها باقي النغنى هي إمانا هي مجرانا وحي كو عدانا هي رأيانا مركا شيئا محسوس كهو جسمي ليرا وحي لقود يغانا أي كو عدانا يسا مركا سا انت ليرا هو استواء نسكا زيادة لغو سمي سمي بداتي لغو درام إذن أنك سؤالين لم تثبت بها في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد من السلف لفظي قاس نسكي إن لغو درام معناها أكينا كبعد هدنا ليري هذو لا كاستوائنا لا كاستوائنا أما ليري لا كنزولنا لا كمجيئنا معناها ذوحو نغانا هيا يجيء لا يجيء ينزل لا ينزل يستوي لا يستوي سسو عنه صباحا عايل الاستواء بالذات وحكى لما نغنها يوحو نغنها يا الاستواء المتعلق بالأجسام والحقائق استووه مركز ساس معنيه سواء إنا ترى لا كاستواء إنا هذا لا كاستواء إنا معنى ذوحو نغنها يا أنا قال متكيقوا محي متكيقوا استواء متعلق بالمحصوص كاسنا سيداس وكوفة سنوية بذيات مركي اللي يري دوحي نغنى يسا مركا إنا سكتوه مرنا إسلاسي يأدبوا أنفسهم وترى مركا يستوي لا يستوي ينزل لا ينزل إلا لا كاستواء إنا وحي حمبار سنتهي إن لا أنفيه استويه محسوس كها إن لا أنفيه بالذات مرة دي استويه لو قدرنا محسوس كي وقرأ معنا كلام يالنا هاي مرة واحد نقول إنسان محسوس كي هرانا إلا بسوا كدي من هذا ندي مثل الله الله بتوع محسوس كي إن لا أنفيه أسوى قعود لا لا قعود أكل جلوس لا جلوس رجل لا رجل يد لا لا يد نما كم جسم هذا أنا هذا هي عبارة أنا عاصة ما وضع واستعمالا أيه كح حساب تم هي ضد كأي بدنا وحش هي يعني ضد إبرة وحبا أنا لا أغني أيه كح حساب تم هي oo si daqiiq ah dadan wax u fiirinay inay dadka wax u sheegayaan ayay wax isku dayayaan fikrada ay qabaan oo ilaahay midalan in kala jaam laga dhigo ama jismiyada sidoo kale loo sawiro ayay dareenka caamada mar walba isla yihiin xogaa muqaal xumada iyo bashaacada ka soo baxaysa isbaadka hore ay ilaada saga reeban la la ka ajsaadina la ka julusina la maratay kanuzulina la ka suudina la ka siwaina intaas marka qofki caamaha la yiraado buraani sida ayuu arkayaa xogaa wax laga dabciyay أما ما أردت أقول لك أبغى هي حلا وحنا لقى صهر يا قال كسيد دقيقة ما كل الله في رينا هذا واحد صباح حيا با خلني ما واحد رجع شيء قد اللي هنا إتى إلهي مخلوق قماتي أنا ولا سمان لكن أفكر لقوا ما عد ذيكره معنى هذا الكل نصاص ولا عم حيا لمرة دي إثبات واحد اللي يلا السماء إثبات كنا أول نقضه معناها أريد اللي أديك سنة هي أما اللي يغنى مألوف كهو ده أنا متعارف ككو أهدون نقضه مرة بعد مرة إلا أنفيه وحكى له بيراتك وصون هذا الكاس أنا هين talaacud dadka caamada uguushooda lagu ciyaaro iyo sidoo kale dabnima waxa la doonaa inay tahay sifaadka ilaahay ee xawaashisa in laga dhigo xawaasha makhluuqa laakiin afka in lagu qayxo isan fududayn hadalku macnihiisu sidaas ayuu noqonayaa erayada noocaas mar hadii bidaatihi lagu darayo ihtimal kale ma yeelanayaan laakiin hadii la yiraahdo inun min khalqihi bidaatihi labadaas macno waa iimaaneysa maxay la mubaayanadu awalba waa maxay waa macno macnahaas marka waa macno laba dhanba u dhici kara hadii la yiraahdo mesela baa'inun minna khalqihi ma baayana bi bidaatihi min kala hadii la yiraahdo laba macno ba hadalkaasi waa xamili kara oo hadii ilaahay makhluuqisa waa ka duwan yahay kuma dhex sugnamana saara hadii la yiraahdo baayana bidaatihi min khalqihi macnahaas waa yeeli kara ilaahay xaqiiqadiisa ayuu uga dheeraaday makhluuqisa oo macnaha la mid maahan mana ahan xad ku dhex jira macnaha kalena sidoo kale lafdigu waa xamili karaa laakiin sharciga uu diidayay ilaahay makhluuqisa waa ka go'an yahay oo gaar ayuu uga taagan yahay macnahaas kalena lafdigu waa yeeli karaa
أما لكن استواها نزول كما جاء رياضة نعاسة أيه احتمال كي مركي علماء أي أولها يان أي مرها يان ما شوى كبحة يا مرها دي بذات لا والله ما نيو استوى بذاته خنغرها يا معنوه استقر بحقيقته هدي وصل وكل اللي نزل ينزل بذاته نزولك احتمال كلام ما بيالك أنا إذا تدي سكوس دقها يا وخنغرها يا نزولك محسوس كهيو الله يغنيه شيء حقيقة يسوع إن مكان صار يكسر جورته مكان هو سيسو جورته بجيء واسد وكلاته رجلا مركب بذات هدي لو كبر احتمال كلام يا لنا هيان هدي قف في مركب أيضا على صاص أنت أديك سدو سقوا الدار إنسان وح يكين يسوع ضمت أولي هنا إثنين وبو حاسوه ضدك عامله سقى مصلحة الله كنزولنا لا كاستوائنا معنا مصمين سمحا يا لي لا كاستوائنا يسوع هرا لسواب إسليهين وح نغني هذا الك إثبات الشيء ثم نفيه وحاصله ما شاء سبحان الله ماركو يستوي الله يستوي على عرشه بذاته دي ليرا معنى كلا هدي استوى السماء والنقانا هي وامد كأنا جو أنا غانا موقدا مركا كدي بين ليرا لا كاستوى إنا هذا هو معنى يدي بنت الله الله بتهدنا الأم فيه مركا معنى هو كصباح يا يستوي لا يستوي يجيء لا يجيء ينزل لا ينزل وكا هاي له رجل لا له رجل له يد لا له يد خلاص معنى هو كصباح معنى إثبات حقائق الأسماء باعتبار ما يراه المجسمة هذه معناها سلام رأوا ليلى لفظة معناها معروف كهم تألف كانوا نغانو لو يغانا لو أذك سنة إلهنا لو قيد لاغها هذا معناها أن نغانو هذا رجلي أو كلام استوى هذه لسواق هذا استقرار ما لقوا سكون هذا رجلي لو كانوا نغانا أنا قو معناها أن نغانا لقوا فصيلة هذه ليلى لكن رجلنا محي معناها صميني سمركس وإسلا يجي لفتد ولا في هذه له رجل لا له رجل هذا معناه كسب حاصل له يد لا له يد له عين لا له عين ذلك الله محصل له حسن حاصل ملهان وحسك تلاعبا وفكر جا تجيم كهون حقا لقى دقت ما يصيب براره قيحان إن ملو لسه استجوا حقا ير أن لود يرنينه كلام عنا مش مجال فإن لفظة بذاتي إذا ذكرت مع هذه الألفاظ هذه الأشياء أو ما شكلها ما ألفاظا وحلمت كان حصرت معانيها ألفاظا معانيها ذو حي كوكو بيسافل معنى الحسية معناها أركتي الدريمي دلون إسبيال الجسمانية جرك كتعلقة فلا يقال مثلا لم يرى استوى بذاته وينزل بذاته ويجيء بذاته ثم يقال مركا كذب ليرى لا كاستوائنا لا كنزولنا لا كمجيئنا لأن هذا تناقض صريح هاي هذا كان وإسبرنا عد قد لو قنبا قال ابن الجوزي وحاول كتاب سلا دفع شبه تشبيه صفحة بقول الله ومن قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات من قال غفك لا استوى بذاته إلهي إذا تدي سيكون استوى بي فقد أجرى غفك سوحا أمريه إلهي مجرى الحسيات وحيابها إنه قبنا هيان ما شاء الله مريا أيو مريا وحيابها إنه قبنا هيان ما شاء الله مريا أيو مريا وحكاد لقي سيدا مخلوق إنه قبنا هيان وكالو كاد لقي غفك بذاتي استوى كدره وإليك أقوال العلماء بل لقي قدوم ولماذا هذا الله هذا في إنكار لفظة بذاته أقواشاس أو كسابسا لفظة بذاته اللي لا إنكرية ذي وإنت بدا نصوصة وهبيا نكو كبان لغا على أي هايو فكرة دي إغبانا دكا وقال لقي هيان دينة إسلامك قيب وحكا أمركا سانسكي وحالا قدره هيا زيادة ما أنزل الله بها من سلطان وح إلهي مرخاتي حجة أسركيني يا نسك الوكبها يا سلو قارو أركتي وجدد القبوم قال الحافظ الذهبي وحاول أثناء ترجمة ابن زاغوني ابن زاغوني نكال لها مجسم كاربحين تسامركي وهي كتاب كيسا لها سير أعلام النبالة مجلة كسالة مناد بقى لحب غالي تضب وحولي قد ذكرنا أن لفظة بذاته لفظة بذاته لا حاجة إليها وحبها هي أنا الوغبين أيان صوشاقنا وهي لفظة بذاته تشغب النفوس نفوس أي شركك عنيسا وتركها أولا إلا إسكدافه ابن زاغوني هذا الكاو يريء بذاته أيضا في عن واجب بأه والله أعلم إله هذا كورقه وقال الحافظ بن حجر العسقلاني وحيري عند شرحه لحديثه إن أحدكم إذا قام وفين هدو استاغوا في صلاته فإنه يناجي ربه ربي أيو لفقها أو إن ربه ربي بينه أحد كي وبين القبلة أيو هذا حديث كامركو شرحه الحديث تم الحديث قال وحيري وفيه أي الحديث حديث كوحا كسوغا الرد رد أيا كسوغا على من الرد يومنكو زعم اعتقادي أنه إلهي على العرش بذاته الحديث كوحو تلماما يغفك مصلقا يا قبل الله أنت أقول حيث إلهي نوء هذا هذا الكاسي مركو وحو ستة سؤدي ديها إلهي إلا إلا بذاته وعرشي كجوغا هذا بذاته وعرشي كجوغا عرشي يغف يا قبل الله أنت أقول حيث وحسي جرى المارك عرشينا إلا كرو جرى سماتك ماشي أسر حيث قبل الله يغفنا ومسافر الكوكتالي وحبيراتي مال اسك سو غلان لماركو حديث كاسينو تلمامايا قبلدي اسا انت ودخيسه الهي ان لاغو تلماماي تلمانتاسي markay waxay burinaysa ragala ilahay arshiga ayu kursaaran yahay xaqadiisu isaarantahay subhanallah
انتهى فتح الباري مجلد كوكبات بقى شمغل جديد. وقال الحافظ الذهبي وحاولي في كتاب العلو صفحة الله بقول إحنا نسدح كويري بعد أن غلق ولا يحيى ابن عمار مكسوق وليك بعدي بل نقوله هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء. وعيري نكا مركي وكسه الله هذا الكيسة وعيري بل نقوله وحن أرانينا وآيهي أنك يحيى ابن عمار نكا ليا سايري أنا أقول حالا أنه هو إلهي بذاته على العرش ذاته ذي سايو عرشي يدسك هذا وعلمه علمي جسنا محيط بكل شيء أيها ريلي. قال الذهبي وحيري قولك يحيى ابن عمار قولك هذا بذاته أتكوك وشي من كيسك كيسك وكهذا هذا كيسك هذا كلا صباح يكا دين ما الله محيى بذاته. وقال أيضا سيدوك الذهبي وحيري في ترجمة الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي كتاب كيس اليسير وعلام النمالة بجلة كالباتنات وحكيري بقص ديتا إيوه لحاد قلت الصواب الكف عن إطلاق ذلك أنا يعني قوحان أرانا هيا سيدا قمانا وصحدا وكفغيد أرنتا سيدين تيدا لقفقوا لفظي بالذات إن نصوصا لقود درا إلا سكدا فو سيدا صاحدوا أيتا إلا لم يأتي فيه حتى إطلاق نص كما إيمان وح الله أسكدا تلماما يلا ماركو ولو فرضنا هدان قدر لهن أن المعنى صحيح هدي أن قدر لهن وجدد لقلي وجدد شرعي وقلي حتى أين أيتا فليس لنا أنك نوصقنا أن نتفوه إن أنكو هذا الله بشيء شيء شيء قاسو لم يأذن به شيء الله إلهي أصلا إذ من خوفا عبسي دراد رئيسا نغسقنا من أن يدخل الغلب غلبك شيء إنه قلعه من البدعة دلابت أن وح إلهي أصلا قلعين إنه يقشو بغضين أنك بغانا إنه أي أنان أقهد اللهين أو إلهي أنان أقوت المامين وح أن إلهي أصلا أقلين أقلين إلا أقوت المام اللهم احفظ علينا إيماننا إله دشينا إيمانك أنكو إلى الانتهاء. افتراض الذهبي ذهبي وحليها قدر يدس لصحة المعنى معناها أصحيد سأقدرها يا محمول وحالك حنبارها يا علامة كي ذكره أشياء صاحب الترجمة ترجمة صاحب كذا أشياء من المعاني صحيحة للفظة بذاته ونكا أكهد لهي وايهي الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي نكا أكهد بحنا يكفى علينا هي وحي أشياء دوشي سألك حنبارها يا افتراضك ومعانيها صحيحة وللفظة بذاته أسقناتي لا على المعنى لك حنباري مايو معناها سؤال ظاهرة معناها سؤال متبادل إلى ذهني لا أبت منها كلمة ذا أقد دقدقة هيو متك دقدقة هيو أجسام توحو لا يهي إن أو معني يسو يهي أهل لفظك كاسوحو لا يها معها نوحا فرض صحتي وقدر هي ومعاني ذاك لو شيخ أهل لفظك إن لقود الله أشيغو إله إلا إقوى. وقال الإمام بدر الدين بن جماعة وحوري رحمه الله تعالى في كتابه حكوري إضاح الدليل فمن جعل الاستواء استواء قفك يا الله في حقه تعالى إلهي حقي سلحي سهري ما وإيها معنك يا لا يفهم الله قرنها يوم من صفات المحدثين كود الله كان مخلوقا تلمامه ذا مخلوق تلمامها إليه والله قرنها يوح إليها قفك استواء إلهي أن تكون إذا لغ معناها ألجد وقال إلى استواء بذاته أو قال إلى استواء حقيقة فقد ابتدع بهذه الزيادة زيادة أو حقيقة أما بذاتها يكبد عن نفسه التي زيادة لم تثبت عن سنان في سنة عن كسنان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد روح قيسا عن كسنان أو من الأئمة المقتدى به إمام يالك الله قد ينها يقف كمدنا ألا قسوا قول وحشر عليه السلام كصح أنك أهن وقف كاسي لي مذن. وقال الحافظ الذهبي في العلو كتاب كيس الليلة العلو الحكوري الذهبي علو هو كتاب ذهبي قد لفش سوحة الإمام إنك صار تراجم ترجاش رقع ورلسوها الله عسكب أنت بدن هذانا رضيدي ابن تيمية الحراني أكمل ذا رجع كتا أثره وليبا أكمل ذا حاجة عقيدة دي سيم مبادي دي إن بدن أكمل ذا كتاب كان وليبا مبدأ أسو كقرا يوا كتبها وجسم هذا اعتماديا كو أقوع العلوس إن كستوى الله تلمامها يو مقالات كيسي كتب تيس الدم بردنا إما خاتو ينين ومنها تكاس حاجة كسا أروني قد نقم وحيري عليه يعني ابن أبي زيد الغيرواني أيوجد وحي كقاصان في قوله بذاته هذا الكاويري بذاته فليته تركها الله تلا يسكت عافانا إن كان زيد لا يرى علماء وحي كقوان سدان نصوص ما لها قار دريدة أو كدر يلفظ بذاتها إلا تلها يسكت عافانا أو يسكت عافا فعنا خلف إذا ما لها كل ذاس هذا مع اليقين بأن الإمام ابن أبي زيد وحبلاية هي الغيرواني لم يريد بهذه اللفظة إذا صحت عنه المعنى الذي يريده البعض من ذكرها هذا وحبلاية هي هذا كان ذهبي مع اليقين هو بالله جل كذا أيوة هذا بأن الإمام الله هو إمامكم ابن أبي زيد الغيرواني إمامك لم يريد بهذه اللفظة لفظة أن إنا نلجد بذاتها إذا صحت عنه أبا الله إسكوه يستوى متسوس إليه كلمة دا صديقة أي السقنات ونقل إهان أي السقنات إن أسقو ويري وإيها يوحى خبال إنا نلجد
الله معنى الذي معناها سيريده البعض بعض مجسم هذا كلمة معناه وذلك سنة هي لم يجد من ذكرها شيء جديد كما هو بين سدى عضبة وجلي مغطى من أقوال شراح رسالته ابن أبي زيد كلا الغيرواني رسالين سرق شرح إسلا كم مغطأون كلكم بيانيين وهو أن كلا إلى ابن أبي زيد الغيرواني أشعري محب للإمام أبي الحسن الأشعري وأشعري عقيدة لنا وضع في سنة أبو الحسن الأشعري قال جعل الله كمل هذا أبو الحسن الأشعري أن نجعل أما مبدئي سيقبان بذاته ما بقى بابا كما هو واضح سدى مغطى من جوابه جواب كيس كم مغطى لمن الروح جواب من كلامه أنا أنتظر ابن أبي زيد الغيرواني في حبه جعلك أبو الحسن الأشعري هكي كوئلي جوابته كبحي سيدة كم مغنيسة وأن الأشعري أبو الحسن أدو جعل غالة وحير جوابته واته ما الأشعري إلا رجل مشهور بالرد على أهل البدع وعلى الغدرية والجهمية متمسك بالسنة أشعري ماهن إلا ننموي مشهور بالرد لقعان بحي عابين على أهل البدع العابية وعلى الغدرية العابية والجهمية العابية متمسك رجل هايستأر نوصري موية وحكى لما أنا بالسنة ضرق دي نبي يسأله ودوين كودي من كفر عليك ساسونيك أماني هذا نيك أشعري ساوى أمانا ومبدي ساوى قنع سن وحشعري أسن قبين إلا يرى والله نسبة يوى وغري إلا يرى هذا وربضنا كجرى أكا معلق على ماذا صاريخ وقال العلامة الكوثر رحمه الله تعالى تعليق سيح كيري كتاب كلا يتبين كذب المفتري أوك ساري هامش كوحو لها صفحة بغل واتني سدح وحيري يطبق شراح رسالته ابن أبي زيد الغيرواني رسالة سرق شرحي وحيسكوا وافقين على أن هذه اللفظة لفظاني إما مدسوسة أن تامد لغو حبال كتاب كسو لغو قري أو من قبل الاحتراس إنك أهاتي قبيل الاحتراس دور سيغا نوع إيسا إنك أهاتي بالرفع لغو دور صدقون أي لحوليها مجيدي بذاتي إله وحوليها شرفا أو ذاتي سكو شرفا لا بالخدم والخوالي أذيك يالي يخادمين أكو شرفنين إله مجيدك أو جدوز مكساسي نغو نيسا الله مجيدك أو كو ومعنها وهو كل دور سنة هيا رفع إلهي حاجة يا باهي إنه ككري يا له دورسي وكدور سنة هيا باب كذا أني تابذاتي مركولية نا إلهي وغني بذاته معنى هذو حنو غنها يا المجيد بذاته لا بالخدم والخوال إلهي إسكي أي أشرف أيها قيمة أوليها وأنا غني ومارما إسكي أي أمارما أوليها مجيدكم أهان أذيقيال يا ضدعا ويا مكالمية من إلهي أباه نبوه marka lafdiga wax ilayhin waa lafdi madsuus ah dadka aadaa u diin qayb ka mid ah mujasimada nusooyinka dib intay u daabaceen waxa ay rabaan ay ku dhex tuurteen in uu kamid yahay lafdigaasi lafdi ayagu ay ku dareen u yahay sidaas risaalada ragga sharxaan ay soo marqaati furayaan waxa kale oo warka wax u leeyahay waxa sheegay ataaju subkiyo dimna dabaqa thaniya dabaqada labaad gudahood ayuu ku sheegay min al-ashaa'irati قد ذكره وحاشي ابن أبي زيد الغيرواني وحاشي الإمام تاج الدين عبد الوهاب الصبكي ضمن الطبقة الثانية طبقة اللباد كوحد اللباد وإسكو عيني نحن لا يكشي من الأشاعرة الطبقة الثانية الأشاعرة الذين أشاعر أصول فات الحافظ ابن عساكر حافظك ابن عساكر أولا في ذكرهم شيء جدا في كتاب لا يكشي التبيين كتاب كيسة تبيين كذب المفتري فيما نصب للإمام الأشعري طبقات الشافعية الكبرى سيد عبد الوهاب الصبكي وكسوة غادة مجلة سيدهاد بقى سيدهاب وغالي حدن يسديد إلى سيدهاب وغالي صلاة الله وقال الإمام ابن عبد البر وحيد رحمه الله تعالى كتاب كسلية الاستذكار مجلة سيدهاد بقى الكنتون يسدها وحيد وقد غالت فرقة منتصبة إلى السنة فرقة وابتسانة سيدري غدا النبي صلى الله وسلم عليه سيدة شاقنا سوحي تري إنه تعالى إله ينزل بذاتي إلهي واسودقه وذاتي سيكو سودقه وهذا قول مهجور هذا الكان وهذا اللي قفه هذا لأنه تعالى تعالى ذكره إلهي حسكس سري ليس بمحل ما أهن محل الحوادث حركات محل ما أهن ولا فيه دحيس شيء ما أهن ومن علامات المخلوقات مخلوقات السماء الوية غانا كما مغضان أحل إلى نحسن أحد لا نسبة يوم أهن وقال أيضا سيدو كلمة يرين عبد البر كتاب كيس اللي التمهيد مجلد كتدبات بقى بغلا فرتي سدح ردا على من حاله ردنا يومك ويقوله أرانا هي ينزل بذاته رجع سال أسيقه ردينا هي وحيولي ليس هذا بشيء هذا الكاني وحرم ما أهن عند أهل الفهم وحلا الشيء ترسل أو ما أهن قرشد أهل كذا أكتر ومن أهل سنة أهل سنة كم إذا لأن هذا كيفية محايا بذاته نزول بالذات وحاول نغنى هي كيفية نقاب أيون نغنى هي هم أهل سنة يفزعون منها كيفية حق إذا ويكار قحانا ويكار لأنها لا تصلح كيفية مصوبته إلا فيما شيء حيث يماغ يحاض به الله هرارين هايو عيانا أركت الله هرارين هايو كيف يقول الله يلا مقاب شيء عندها قلنا والبعي كمرها وقد جعل الله سبحانه وتعالى جل الله
إلهي وأوينا تعالى عن ذلك إلهي إحاطة وحليها وكوينا إن الله رأيه أرق لوكوبا وحكا لوكوبا. وقال الحافظ الذهبي وحيوده رحمه الله تعالى كتابك اللي سير سير وعلى أعلام النوم الله مجلد كلواتنات بقى سدح بغاسو دنيكو في ترجمة كوتاه وحكويلي وكذا قول هنا واسدوك إلهي قول كيسا وجاء ربك ويلي ونحو يوحى لمدك فنقولها رنينا جاء وينزل وننهى وحن ربنا عن القول هذا اللي بينزل بذاته لقو قوله بذاته لقو درنسكي معنيه شيء كما لا نقول سانا أورنين ينزل بعلمه سانا أورنين بل نسكت وآمسينا ولا نتفاصح أنه على رسول رسول كركي سنة إساقف سيحر هذه من رسول كدوشيسة إساقف سيحر هذه من بعبارات عبارات ومفتدعة على عرية وأنهر الله سيقولين والله أعلم وهذا رسول كدوشيسة ضد فصحة سيحر هذه نهاية والنبي هو حمركا أسأل إياه أن أفصح هذا أقاري وأنه إنا نقار رئيس كدقها يمعنهن بهذا يقول لي وركن أي يتضح وحدانها أن لفظة بذاته غير ثابتة لفظة بذاته واحد جرأنا أنا يهين عن سلف الأمة وماذا سلف كذا سلف كحقي سكسوناتي سلف كاسو الضيب ويابها وحدانها هي كلمة العقل إنه جديد هي والنقل فأي حجة حجم ددما أقوى من هذه الحجة حجدا كحب بدان وحجدا عقل جينو سن أقول أقول النقل جينا واحد مرخاتين اللي بهلين ولا بده جديد إسكو أفغان حجدا كوين بدان حين نغكرتها ونصوص الأئمة إمام يالك نصوص لا تحتمل معها أي حليها أي معنى آخر نصوص حليها ولماذا لا تحتمل معها كلمة لا جرك لا محمل يسوى أي معنى آخر معنى كله انتكاهه وكلمة نصوص علمنا كلا في ريم معنى كله كلمة شمالها معنى سبسيل كون إلى ذلك قال أبو الحسين حويري ابن المنادي رحمه الله تعالى كما نقل ابن الجوزي وسجوري من خده كتاب كيس دفع شبه تشبيه لي بقى بغرس عشان يلام ولسنا وحيري أن نجمعهم نختلف إن اسكو خلافين أن الجبار جبار كلا يعلوه شيء وحوينا أن يكسرين أو من من خلقه مخلوق سكما بحال من الأحوال أن نجمعنا اسكو هيسنا أو اسكو خلافين مائهم الله جبار كواح كسر رأي أو مقام صار شرف يقصر رأي مرنا بإنا نجري اسكو خلاف بين تاوم وأنه لا يحل إلهي نسندقنا اسكو خلاف بين بالأشياء شيالك بنفسه نسندقنا سديسة ولا يزول عنها حق إذا نسكق إن كزول لأنه لو حل بها دوك دقلها لكان من هاي دوك مدها لها ولو زال عنها دوك كزول لها لنا عنها حق إذا وكدرك لها وصافه جال لها وقول ابن المنادي ابن المنادي نك ليرا قول كيسة وأنه لا يحل بالأشياء بنفسه ويري ولا يزول عنها هو قول كاسي عين ما يعنيه العلماء وعلمته وحي ولجدان قديسه وحي علمته ولجدان قدودو وها بقوله ماذا الكذا الى ان الله تعالى لا يوصف الا الا موصفا بالاتصال والانفصال وكان معناه هو انه لا يحل بالاشياء نفسه ولا يزول عنها هكا اتصال انفصال علماء عبري وحي ولجدان هو سداسو هكا والهي اشياء احد كدغه وحليها او نفسديسا او دغه اما اشياء أحد مثلاً كجوانا وميل جارا كتاعن مدنا إنا نواهين ويا لا يوصف بالانفصال بالاتصال والانفصال والدخول والخروج هذا الكسائي لهذا نحل لجدا ومعناها ومن المنادي والإمام أحمد بن جعفر المغري وإمام كما جاء إسكال غاري أهم الحافظ والحافظ كما وصفه الذهبي ذهبي سيد أكسف في كتاب كسلة سير مجلد كسلة مناد بقى صدح بقول لحذا يكو قال وحويري قال عنه الداني أبو عمر الداني مركي شان يجي سؤال كان وكذا لا يحويري مقرئ جليل غاية غاية في الإتقان وين وين أو قرآن كدت كبراء آد ياد هو بنت يسود القرآن كماشة قدم بيسك جاري فصيح لسان عربي سفريه عتكرة عالم بالآثار نغوش إرهادك نبي يسحب دي سيقان نهاية في علم العربية علم العربية أنا ماشة قدم بيسك جاري صاحب السنة وضريعه ليها صناء عقيدة صاحب كده ثقة وروح لو كل سنة مامون الأمني أساس قربه قال العلامة ابن خلدون الله سبحانه وتعالى.